مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مهارات جديدة ووصفات حضراتكم طلبتوها، خاصة بمقرمشات والشيبسي علشان خاطر كمان أصدقائنا اللي طلبوه، وخاصة مدام منال. النهاردة هنعمل الشيبسي بطريقة لطيفة، هنقول لكم على الطرق اللي بيتعمل بيها الشيبسي برة في المحلول اللي بيتعمل فيه إزاي، اللي هو الشيبسي بيتقدم في الأفراح أو في المحلات أو المطاعم. وهنعمل كمان ممكن نقول احنا في البيت نقدر نعمله ازاي بطريقه جميله ولطيفه. ان شاء الله تاكلوا شيبسي جميل والولاد يستمتعوا بيه. وخلينا نبدا نقول بسم الله، وهنبدا اول حاجه في الشيبسي، الشيبسي الافراح او الشيبسي اللي بيتقدم في المطاعم. عندنا بطاطس للتحمير، وهنتكلم عن نوع البطاطس بتاعه التحمير، ده مهم جدا. طيب عندي ميه سخنه، عندي شطه، ملح، ليمون، شويه من الملح، ليمون فريش، خل وزيت غزير. دي الطريقة اللي بيستخدموها برة في المطاعم أو في الأماكن اللي احنا ممكن بنشتري منها. تلاقوا كده طعم البطاطس إيه؟ مزة كده شوية، أو ليها نكهة كده معينة عكس اللي احنا بنعمله في البيت، على الرغم والله أنا شايفة إن اللي في البيت أحلى. بصوا بقى، أولا البطاطس بتاعة التحمير هي اللي بيبقى فيها النقط الحمراء دي، شايفين النقط الحمراء دي؟ دي بطاطس التحمير، هي دي، مش الخضرة. الخضرة دي ما تاكلوهاش خالص، مش حلوة، اوعوا تجيبوها، يعني ما تستخدموهاش، تبقى سامه ومش كويسه وما بتطلعش نتيجه كويسه لا في بطاطس محمره ولا في شيبسي ولا في اي حاجه. بتعمل غثيان ودوخه ويعني مشاكل كتير جدا. فاحنا البطاطس اللي فيها النقط الحمراء دي هي بطاطس التحمير. خلاص، انا عن نفسي بحب اقطع البطاطسايه. طبعا كلنا اكيد عندنا، في معظمنا، بلاش كلنا، اغلبنا عنده الكبه، والكبه دي فيها ليها سنون كده وشرايح بتاعه الشيبسي، ما عندناش. أنا يعني عندي المكنة هستخدمها، لكن حضراتكم هنستخدم، شايفين المبشرة بتاعتنا التقليدية الجنب ده، كل المحلات بتشتغل بيه كده على الجنب ده، خلاص بيعملوا بيه الشيبسي بالناحية دي، فما فيش أي مشكلة خالص، كله متواجد ومتوفر. طيب أنا هبدأ الأول كده إيه، أقشر البطاطساية بطريقة تقليدية، مش يعني أنا يمكن بميل ان انا اقشر بالسكينه على طول، وباخد كده تخانه شويه في البطاطسايه على اعتبار ان هي ايه. بصوا دي مثلا بيبقى فيها حته كده لازم اشيلها، اهي مش هيجرى لها حاجه، ده وارد نقابله، خلاص اهو، ولازم تبقى فيها تخانه لانها بتبقى مرشوشه، فانا باخد من المسامات الكبيره شويه. خلاص، وهاخد واحده تانية برضو، باخد كده سماكه، ما ينفعش اعمل القشره رفيعه في البطاطس لانها بتبقى مرشوشه مبيدات، وانا ببقى مش عايزه اخد الجزء اللي مرشوش ده معاها، يعني الى حد كبير يعني. طيب اهو كده اهي، خلاص هقطعهم دلوقتي مع حضراتكم، بس انا هقطعهم في المكنه دي. حاجات زمان ما تتعوضش الحقيقه، يعني في حاجات كده بتبقى بتاعه اهالينا زمان ما بتتعوضش، ما بيبقاش ينزل زيها دلوقتي، لكن طبعا اللي عنده يبقى تمام جدا. دي كهرباء، بصوا بقى انا بعملها بطولها، شايفين نزلت ازاي اهي، شايفين الشيبسي بطول البطاطساية، يعني عرض البطاطساية اهي، لازم تبقى عريضة، خلوا بالكم الشيبسي او البطاطس بتكش شوية. حلو، بصوا بقى انا خدت شوية دول اهم، هبدأ اجيب مية سخنة، بسم الله هحط كده، وليها طريقة تانية تتحط مية ساقعة، والاتنين بينجحوا، بس انا بقول لكم طريقة اللي بتعمل بره. خلاص اهي، عشان يتخلص من جزء كبير من النشا اللي فيها، وبياخد رشه بسيطه طرف المعلقه ملح ليمون، بصوا حاجه كده لا تذكر. وبعدين اللي بيحبوا يعني ليه نكهه الشطه، هناخد شويه من الشطه خفيفه قوي، هحط شويه من الملح بسيط، مش سامعاكوا حبايبي، صوت بيقطع. اوكي، معانا ام اسلام، يا اهلا وسهلا، وعصير ليمون. صباح الفل يا حبيبه قلبي. صباح الهنا ومني انا. يا روح قلبي، عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت وحشاني قوي. والله انت اكتر يا حبيبه عمري. انت ما تتصوريش وحشاني قد ايه والله. حبيبتي ربنا يسعدك يا رب دايما كده. ربنا يخليك يا حبيبتي ويحسن ما بين ايدك يا رب. امين يا رب العالمين. احنا وانت منوره الدنيا كلها حبيبتي، منور بيكم وتواجدكم واتصالاتكم بيا.
حبيبة قلبي والله ما حرمت منك أبدا يا رب. ولا منك يا نور عيني حبيبة عمري. حبيبة قلبي، عايزة بعد إذنك النهاردة بس أعمل تهنئة لابن أخوي عمر. طبعا أهلا وسهلا. بمناسبة عيد ميلاده. حبيبي يا عمر كل سنة وأنت طيب، عقبال مليون عايزة سنة. أقول له كل سنة وأنت طيب وعقبال يا رب العمر كله ليكي حبيبي. آمين يا رب العالمين. ربنا يخليك ومنور حياتنا كلنا. آمين يا أو رب. مايا طبعا مش قادرة أقول حبيبتي لك. آمين يا روح قلبي. آمين. مايا دي بقى حبيبتنا كلنا ودي دلوعة العيلة. ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب. ربنا يبارك لك يا حبيبتي ويخليكي لينا يا رب. حبيبتي ويخليكوا ليا ام اسلام، ما تحرمش منك حبيبتي كل سنه وانت طيب يا عمور يا قمر. وميرسي لسؤالك ولاتصالك يا حبيبه قلبي. بصوا بقى بسيبه شويه، يعني في المحلول ده بيسيبوه كده ربع ساعه تلت ساعه شويه، تلاقوا كده البطاطس شدت شويه. شدت يعني ايه؟ تلاقوها عملت كده. انا هنا بس مش حاطه شطه عشان بس حضرتك تبقوا عارفين. شدت، بصوا بقت جامده ازاي؟ مسكت نفسها ازاي؟ اهي حلو؟ طيب عايزه بقى اعمل لها خطوه مهمه قوي، ان انا نشف الميه دي، الميه دي ما بتبقاش حلوه. وخلوا بالكم الشيبسي دايما تاخدوا البطاطسايه صح وناخد البطاطسايه بالعرض بتاعها فتبقى الشريحه كبيره، فلما تخس تبقى فيها شريحه شيبسي حلوه. وبعدين هاخد كده، خليني هنا مثلا انشف شويه مع حضراتكم كده. في ايه هنا؟ في صاج مثلا. هاخد هنا كام منديل وهنشف البطاطس كده قبل ما احطها. دي مهمه الخطوه دي قوي، الخطوه دي مهم. خلاص والله. طب يا حبايبي ماشي، تسلم ايديكوا. يا سلام اهو ده الكلام والله. ميرسي ليكوا جدا. هحط بقى دي كده عليها. خلاص هناخد بقى البطاطس دي، خلوا دي هنا هرص كده يعني كام واحدة كده. هو متعب شوية بس يدي نتيجة حلوة. طبعا هما بره في المحلات بيبقى كمية الزيت غزيرة جدا. المكان الطاسة أو الواك اللي بيشتغل فيه الكبير الواسع اللي بيتحمر فيه الطعمية والحاجات دي بيبقى مهول، كمية الزيت رهيبة. فهو بيقدر يتعايش مع أنه يغطس كويس ويتعامل كويس، فالدنيا مختلفة تماما. عايزه اقول لكم اول حد وصف رقائق البطاطس المقليه دي كان طبيب بريطاني اسمه ويليام، في كتاب اسمه البطاطس المقليه بشرايح. يعني سبحان الله. لكن بقى اول مين نفذ الوصفه دي طباخ امريكي اسمه جورج كروم، كان في القرن ال 19. وهو الطباخ ده كان بيطبخ لأغنى الأسر الأمريكية في هذا الوقت. تمام، الزيت عندي حرارة وسط، شايفين ازاي كده. عايزة أقول لكم البطاطس دي فيها نسبة بوتاسيوم عالية وبتنظم يعني توزيع أو نسبة السوائل اللي بتبقى موجودة في الجسم، وبتقلل من ارتفاع ضغط الدم، بتقوي العضلات، بتقوي. بصوا بقى بسم الله، بصوا نحطه، ولازم يبقى معانا السبايدر بسم الله عشان انا مش عايزاهم يمسكوا في بعض. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم كده. بطاطس دي من الحاجات اللي بتحافظ على صحة الجلد للماسكات، بتعالج جدا الهالات السوداء، عارفين كده؟ فيها كمان نسبة فيتامين سي حلوة قوي، بتقوي الأوعية الدموية والأسنان والعظام. بصوا، وهي لا بس هي ليها برضو أضرار في القلي، يعني احنا بس الشيبسي ما يتعملش إلا قلي، يعني هتدخلها ازاي تاكلها في الفرن حضرتك؟ ما هو يعني بعدين ممكن ناخد نسبة الدهون بتاعتنا بقى منها وخلاص، هو ده تاكله وتقعد 5 أيام تعمل دايت، ما فيهاش حاجة. صحي جدا على فكره. احنا ممكن نعملها مره برضو لحضراتكم في الفرن علشان اصدقائنا اللي حابين حاجه صحيه بشكل جميل. معانا هبه. يا هبه
صباحك فل. اهلا اهلا. عامله ايه؟ الحمد لله. الحاجات الحلوه اللي على الصبح دي، ايه الشيبسات الجميله ده؟ احنا النهارده هنفطر شيبسي بقى. انت تنورينا يا روح قلبي والله. ليكي والله على كل حاجه بتعمليها. الله يسعدك. بالذات بقى عشان المدارس انت عارفه بيموتوا في شيبسات بره، وانا تعبني الموضوع ده قوي مش عارفه اعمل ايه معاهم. لا جربي بقى وجيبي بقى المنكهات الحلوه اللي هي بتبقى فليفرز دي، وحطي لهم اللي يعجبهم بقى عليها. حلو حلو. عايزين بقى افكار تانية كمان للانش بوكسات دي اللي بعملها الصبح دي. يا روح قلبي حاضر والله. وبعدين كل سنه وانت طيبه بقى، المولد النبوي الجاي هنستعد ما تخافيش، كل شيء احنا نقدر. عشان بصي قولي لي عايزه ايه. طيب قولي لي، احنا هنعمل الحاجات الحلوه كلها ما تقلقيش. احنا بنحب السودانيه والسمسميه من عيني الجميله بتاعتي اللي احنا ما بننساهاش ابدا يعني. من عيني. والملبن حاضر، بيقولوا لك كمان يا مدام هبه والملبن في الكنترول. طبعا ده اهم حاجه. من عينينا يا حبيبه قلبي. ودك الصحه ودايما منوره الشاشه حبيبتي. امين بوجودكم حبايبي. شكرا ليكم يا روح قلبي، شكرا لمداخلتك جزيلا. شكرا حبيبتي. من عينيا الاثنين. طبعا احنا مستمرين مع بعض نعمل حاجات المدارس، وفي حلقات هتذاع ان شاء الله في ايام الاربع والسبت، هتلاقوها مميزه وفيها فطاير حلوه، فيها بيتزات وعجان سهله ومش مكلفه، والولاد بيحبوها، هتبقى موفره ونقدر نعمل منها ونشيل في الفريزر، وهنعمل افكار جديره كتيره للانش بوكس كمان. بصوا بقى لازم يبقى ايه. طبعا انا عايزه المنكهات يا نودي، وتقريبا محمد لازم يبقى زيت كده زي ما انا بعمل اهو. انا يعني حطيت وهتعامل مع الزيت بالشكل ده، تبقى حاجه واسعه اعرف اقلب فيها. كمان انا عايزه حجم الشيبسيه يبقى كبير، يبقى كويس يعني، فلازم يبقى الزيت شويه حلوين. طبعا انتوا بتشوفوا قدامه الزيت بيبقى عامل ازاي يا جماعه، يعني لازم كميه زيت كويسه، ولازم التقليب طول الوقت كده. وبعدين هنعمل مع بعض طبعا الايه الفليفرز دي بقى بتتباع عند العطار. انا هنشف شويه تاني، ممكن نحط رصه تانيه تشتغل جنبنا كده واحنا شغالين علشان نعمل حبه حلوين يعني. نعمل كده بس قوي قوي. بصوا بقى انا بصوا لما بتنشف، بصوا الميه رايقه ازاي، هتلاقوا كده مفيش نشا في الميه دي، النشا مش موجود الميه اللي انا عاملاها. وبعدين بصوا بقى عايزين انتوا عايزين تقطعوها بالليل وتحمروهم شويه الصبح، حطوهم في التلاجة. حطوا البطاطس في البوله بتاعتها زي ما انا عامله كده في التلاجة لتاني يوم. اهم حاجه غطوها واغمروها في ميه كويسه علشان الميه تطلع تغطيها ما تسودش من حضراتكم. بس كده. ونعمل الشيبسي ده، دي طريقة. هنعمل الويدجز في الفرن زي ما عملنا قبل كده في حلقات بمنكهات مختلفة، فالولاد يحبوها وهي برضو حاجة في الفرن. وخلينا المرة تانية نعمل الشيبسي في الفرن للمحبي الشيبسي من خلال الأفران، مش اللي هو المحمر أو بالزيت يعني. خلاص يبقى احنا كده ايه اهو شايفين. بصوا في الطبق انا بطلع كده مع حضراتكم، شايفين البطاطس ماسكه نفسها وجميله وحلوه ما شاء الله اهو كده. وايه عشان تنشف تبقى جميله اهو كده. علي انتي هربانه رايحه فين كده. نفضل بقى ننزل كده شويه، نجهز بقى طبق كده، ممكن يبقى مصفى عادي جدا نطلع فيها الشيبسي على طول، مش لازم مناديل ولا حاجة. عندي مصفة تمام، هياكلوا بقى شيبسي بيتي من بطاطس طبيعية وجميلة اهو. ايوه ما انت هتشوفوا دلوقتي بقى. ما هو احنا كده في حاجات في نسبة زيت كتيرة وهو مش متحمر كله كويس، فاحنا حطينا كمية كبيرة في الطاسة يا مونتي، عشان كده انا مش بحط كميه كبيره عشان اقدر اتحكم فيها وفي انها تطلع كلها مقرمشه. لكن لو حطيت كميه كبيره وجيت طلعتها هيبان قدامي دلوقتي شويه مقرمشين، واول ما اسيبهم هيطرى منه شويه. والله بص الميه انا جربته بالميه السخنه ناجح، وجربته بالميه الساقعه ناجح برضو، فمش هقدر اقول لك ده. لكن انا بصراحه شايفه ان هو حتى لما بيسقع الميه الساقعه بتجيب معاه نتيجه كويسه كمان مش بس السخنة. بصوا نبدا بس نقلب هنا، دول تقليبه حلوه لازم يبقى مفرفط كده، ولازم اشيل الميه اللي فيه. الميه دي انا مش عايزاها كده. حاضر امس بسرعه كده ماشي زي ما انتوا عايزين. يلا بينا
هتبدا تطلع ونحط عليها النكهات دلوقتي وهنشوف المنكهات او الفليفرز اللي احنا هنستخدمها، شطه وليمون وكاتشب وبالجبنه، وفي انواع كتير حلوه بتتباع عند العطار هنستغلها ان شاء الله. وعلى فكره هم بره اصلا بيحطوا كمان منكهات بعيدا عن مطاعم طبعا الفول والطعميه. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه. بصوا انا بحط عليه المنكهات اللي هي الديب الكاتشب اهي عشان حضراتكم تبقوا عارفين، ادي الشيبسي اللي احنا عملناه دلوقتي، المنكهات دي من العطار هنجيبها من العطار، عنده منكه بالجبنه وعنده منكه بالشطه والليمون وعنده منكه ب مثلا ايه تاني، الجبنه وشطه وليمون وكاتشب اهم بيبقوا كده. بصوا حضراتكم ده اللي بالكاتشب وده بالشطه والليمون، نعمل بقى شويه اللي جايين دول بالشطه والليمون عشان تبقوا انتوا شايفينهم اهم، شايفين؟ يا نهار ابيض جميله جدا، هتستمتعوا بيها ان شاء الله. دلوقتي بقى زي ما قلت ما نكترش كميه الايه الشيبسي في الواك او في المكان اللي احنا طاسه او المكان اللي احنا بنحمر فيه، تمام؟ احلى حاجه انا بالنسبه لي كنتيجه ان الميه تتصفى وتبقى في بعدها في ميه ساقعه تبقى جميله جدا. عايزين تقطعوه من بالليل وهتحمروا شويه الصبح للولاد، ماشي، عايزين تعملوه من بالليل وتسيبوه هيقعد برده وهيبقى روعه عشان ما توقفوش الصبح وتتعبوا، ان في سيدات عاملات اعملوه من بالليل كده وخلوهم ايه يستمتعوا بيه. بصوا شكله في تسلم ايدك يا رب. بصوا هنا شايفين الجمال، حاجه رائعه.